أصبح الحصول على مادة الغاز المنزلي أمراً صعباً بالنسبة للمواطن الحضرمي لأسباب غير معلنة بشكل رسمي حتى الآن، مما أدى إلى دخول ساحل حضرموت في أزمة حقيقية. أهالي منطقة الشعب البادية بديس المكلا واحدة من مناطق عدة تعاني من جراء سوء التوزيع وشحة توفير كميات كافية لمنطقتهم. يوما بعد آخر تتسع الأزمات وتزداد وطأتها على ساحل حضرموت، وتتمثل أحدها بأزمة الغاز المنزلي التي اشتدت ضراوتها في الآونة الأخيرة على معظم مناطق ساحل المحافظة. قناة المكلا رصدت معاناة الأهالي في منطقة شعب البادية بديس المكلا، وهي واحدة من مناطق عدة تعاني من جراء سوء التوزيع وشحة توفر كميات كافية لمنطقتهم. تأخير مادة الغاز سبب لنا عدة مشاكل في الحي هنا، ومن ضمن هذه المشاكل زي ما تشوفون الآن التبس الحابل بالنابل. الناس تشكي، ناس بعضهم بغوا طوابير، وناس بعضهم بغوا كروت، وناس عندهم أربع أسر في بيت واحد أربع دباب غاز. إلى الآن نحن ما قدرنا نسيطر على الوضع. إذا كان بيتم الوضع أو بيظل الوضع على هذه الطريقة فنحن غير مسؤولين عن حدوث أي شيء، ونحمل السلطة المحلية كل كامل مسؤولية. أزمة الغاز أثرت علينا كثير في الشعب البادي في الفترة الأخيرة، لأن ما تجاوبوا برضه معنا شركة الغاز. عندنا ملف حقنا حق المعاملة حق الحي من 2020 شهر ابريل وشي، عندهم ما تجاوبوا معاه لانه ما داري كيف رافضين او شيء، ونحن لا في معانا. اعيان منطقه شعب الباديه متيقنين بان المشكله عامه في جميع المناطق، الا ان منطقتهم في وضع خاطئ، مبينين بان الحي يتوفر فيه وكيل واحد بخلاف بقيه المناطق التي يتوفر بها اكثر من وكيل، رغم التزاحم السكاني الذي تجاوز 1700 اسره في مربعهم مع توفير الوكيل ل200 اسطوانة غاز خلال الشهر. فكيف ستحصل بقية الأسر عن اسطوانة غاز من خلال هذه الكمية القليلة والمحدودة؟ بعد 20 يوم أو 15 يوم تي زفة للوكيل فقط، 200 حق 200 أسرة، صعب تغطي احتياجات الحي كامل. نعاني معاناة شديدة مرة نهائيا، ونتمنى الجميع من السلطة المحلية والمحافظ وقفة معنا لحل هذه المشكلة وننتهي منها. هل يعقل 200 دبة غاز في حوالي شهر أو أقل من شهر من أجل معالجة هذه المشكلة؟ ليه ما يكون لنا مثل باقي الناس، يكون لنا وكلاء كل واحد يقوم بهذه المهمة يغطي جزء من الحي؟ 1700 أسرة الآن أغلبهم أكثر من النصف ما عندهم غاز، وأنا أول واحد نتكلم فيكم ورئيس لجنة. وقوف طوابير طويلة من المواطنين للحصول على الغاز أصبح هو المشهد السائد الذي يتكرر يوميا، مع تجاهل الجهات المعنية لهذه المشكلة ومعالجتها ووضع الحلول التي تعيق عملية توفر الغاز المنزلي التي أرهقت كاهل المواطن في حضرموت.